معنا الإطار الوطني سي أحمد قجاج. سي أحمد، أولا ألف مبروك على هذا الانتصار، ومبروك عليكم تأهل البلاي أوف، وشنو يمكن تقول لنا على الأجواء اللي عشنا اليوم في قاعة المغرب الجديد؟ الحمد لله كنهنأ مدينة العرائش بكل المكونات ديالها، والجمهور اللي أكد بأن كرة السلة في العرائش عندها جمهور ديالها. كانت حفلة، كان واحد الحفل ديال كرة السلة، حفل رياضي بجميع المقاييس. الحمد لله ربي ما خيبناش، جينا هنا باش نعملوا نتيجة، باش نعاودوا نبرزوا الرياضة في مدينة العرائش. الحمد لله النتيجة كاينة، المرتبة الثانية تأهل بلاي أوف. الآن العرائش ضمن الكبار، وكان ضمن الكبار في الإقصائية ديال كأس العرج، والآن هي كتأكد القوة ديالها الحمد لله، كما كنأكد عليها بمجهودات فردية، بمجهودات ديال الإخوان ديال المجتمع اللي كنحييهم بهذه المناسبة. كنظن الهدف ديالنا ديباسينا الحمد لله. الآن كل شيء ربح من عند الله، غندخلوا البطولة المصغرة وحنا في واحد نفسية جميلة. نتمنوا الله الخير لهذه المدينة ولهذه الفارق هذا. سي أحمد، ننطلق من هذا الكلام الأخير ديالك، البطولة المصغرة، وشنو التصور ديالكم من خلال يعني في بداية هذه البطولة المصغرة إن شاء الله، وانطلاقا من المنافسين اللي غادي ينافسوكم في المجموعة الأولى اللي هما اتحاد طنجة اللي كتعرفوه بشكل كبير، فرق الجيش الملكي، وكذلك الوداد أو الكوكب حسب معطيات المباريات الأخيرة اللي كانوا يلعبوا اليوم. دابا الآن في البطولة المصغرة ما كاينش المفاجأة، الخصوم كلها قوية، ربما لعبوا إما مع فريق الوداد الوداوي كما قلتي أو الفريق الكوكب المروح على حسب النتائج ديال اليوم. كما كان الحال فالفرق كلها مستعدة، وصلت للنيفو ديال الأخر ديال الموسم، بدنيا اللاعبين حاضرين. الآن تجربة كتعمل واحد العامل كبير في المقابلات، لأن الآن واحد الليجية، واحد البطولة مصغرة فيها ذهاب وإياب، خص كل مقابلة تجيرها على حدة. نتمنى الله بهذا، حنا مستعدين، نتمنى الله يكون الحالة الصحية للاعبين، لأن كنظن بأن المقابلة ديال البلاي أوف يبداو الأسبوع اللي ماجي. نتمنى الله بدنيا يكونوا واجدين باش إن شاء الله نأكدوا القوة ديال فريق العرائش. شكرا سي أحمد قجاج، وألف مبروك مرة أخرى، ومزيد من التألق إن شاء الله. شكرا لك على المواكبة.